استاد الحياة. استاد الحياة برنامج أسبوعي نتناولوا فيه أخبار الملاعب وجديد عالم الرياضة، أخبار الشبيبة والرابطة الثانية والأولى، نتائج الدوريات المحلية والبطولة العالمية، وآخر أخبار النوادي والفرق التونسية في مختلف الاختصاصات. هذا الكل في استاد الحياة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وين ما كنتوا تسمعوا فينا على 93 وعلى السيت ويب www.alhayatfm.net أو على الصفحة الخاصة للإذاعة. برنامج استاد الحياة كالعادة يجيكم كل نهار أحد من مطلاضة حتى للستة متاع العشية. بلاتو سبيسيال اليوم باش يكون التركيز على الدورة الدولية العالمية للأواسط أقل من 18 عام من تنظيم نادي تنس بالقيروان، وإن شاء الله باش يكون حاضر معنا بعد قليل المدير الفني لنادي تنس بالقيروان، وعودة لهوامش الدورة مع الكواليس والتصريحات والصور وعدة مواضيع أخرى. وفي الجزء الثاني إن شاء الله 5 متاع العشية باش نسلطوا الضوء على اليوم الوطني لممارسة رياضة المشي، إن شاء الله باش يكون نهار الأحد 29 ماي تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة في 24 ولاية. باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف مباشرة سي رفيق بن عمر مندوب الجهوي للشباب والرياضة بالقيروان، وكذلك باش تتدخل معنا مندوبة الجهوي للشباب والرياضة بسليانة مدام خولة طقطق، ونختموا حصتنا كذلك بتسليط الضوء على رياضة الشطرنج. وأكثر تفاصيل باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف سي نزار الخليفي المتحصر على الميدالية الفضية اللي باش يعطينا أكثر تفاصيل. هذا بالنسبة لأبرز محاور حصتنا اليوم المطلقة حتى للستة. قبل هذا نمشيو الفاصل الغنائي ثم نرجع للبلاتو. استاد الحياة. استاد الحياة 20 دقيقة بعد ما ثلاثة، رجعنا لكم من جديد في استاد الحياة. بالنسبة للسادة المستمعين اللي اختاروا الحياة فيم على 93 أو اللي يتابعوا فينا على السيت ويب www.alhayatfm.net أو على الصفحة الخاصة للإذاعة، برنامج استاد الحياة كالعادة يجيكم من ما ثلاثة حتى الستة متاع العشية. والبداية بالجزء الأول وجزء سبيسيال تنس اللي باش نركزوا فيه على الدورة الدولية العالمية للأواسط أقل من 18 عام من تنظيم نادي تنس بالقيروان وكذلك الجامعة التونسية والجامعة العالمية. سعيد جدا باستقبال المدير الفني لنادي تنس بالقيروان ماهر بغرين، مرحبا بك. مرحبا أستاذ عبدالله، مرحبا مستمعين إذاعة الحياة فيم، ومرحبا بعشاق سبيسيال تنس وعشاق الكرة الصفراء. مرحبا أكيد بعشاق كرة المضرب، أكيد متابعينا الأوفياء اللي اختاروا الحياة فيم باعتبار أن الراعي الرسمي لنادي التنس بالقيروان وكذلك للدورة الدولية الأولى للأواسط أقل من 18 عام. أكيد اليوم هي فعاليات يعني الدورة الختامية والنهائيات منذ قليل انتهت بمدينة سوسة، أكيد نلقاو أكثر تفاصيل وبالنسبة للنتائج معك انت ماهر. أي صحيح سي عبدالله، اليوم وقع اختتام الدورة الدولية للأواسط بيوتيل مرادي بسوسة، هذه النسخة الأولى لنادي تنس بالقيروان في تنظيم الدورة العالمية هذه. اليوم في صنف الذكور تمكن اللاعب الإيطالي ألبرتو كانياتو من الفوز على اللاعب التونسي ياسين كروات بنتيجة 6-0 و 6-1، وتمكنت اللاعبة التشيكية كوبرنيك من الفوز على اللاعبة الألمانية اللاعبة الإنجليزية سمحني بنتيجة 6-3 و 6-4. دونك الفينال اليوم تلعبوا 9:30 نتاع الصباح، دونك لا سيريموني عملية بريسك مع 11:30. تعادت في ظروف طيبه الحقيقه، لي زيكول كل بهين، كوسوسوا لي جوار كوسوسوا لي زونترينور، وان شاء الله تكون هذه بادره طيبه في احياء رياضه التنس في القيروان وفي تونس الكل. واكيد الحضور كان حضور متميز جدا من خلال تقريبا اكثر 32 لاعب من 11 دوله موجودين يعني في الدورة. وتو بعد إن شاء الله بعد قريب نشوفوا يعني الآراء نتاعهم والتصريحات نتاعهم بالنسبة سواء للمدربين أو أولياء اللاعبين المشاركين أو في حد ذاتهم اللي ترشحوا للنهائيات. أكيد تقييمك ماهر على البطولة ككل. والله شوف، هو أول حاجة البطولات الدولية هذه هي تنطوي تحت الاتحاد الدولي للتنس ونسميه نحن دورات الشبان أقل من 18 سنة. الدورات هذه بدأت عام 1977 بدأ الاتحاد الدولي بتنظيم بعض الدورات من 2018
ولا فما ان كالندريي سيركوي فيه اكثر من 570 دوره حول العالم في جميع القارات في الصنف اقل من 18 سنه. احنا كتونس وجامعه تونسيه للتنس نظموا اكثر من 20 دوره بالنسبه للسنه الرياضيه ويعتبر عدد محترم. الدورات هذه سي عبد الله هو الهدف نتاعها كونه يعني قلنا احنا تحديد بطل العالم اقل من 18 سنه في اخر السنه في الذكور وفي الاناث. الصغيرات هذوما ما يربحوش فلوس، ما فماش موارد ماليه، لكن يربحوا نقاط وتحضير نتاعهم للسيركوي بروفيسيونيل وباش يدخل في دورات المستقبل نتاع السيركوي برو. هذا هو هدف الدورات. الدورات هذوما فيهم ديغراد، فيهم 6 اشلون. اول اشلون اللي عملناه احنا نظمناه اليوم في القروان هو اللي يسمى الجراد 5. بعد فما الجراد 4، فما الجراد 3، الجراد 2، الجراد 1، بعد فما الماستر جونيور، وبعد فما الجراند سلام جونيور كيما دوره رون غاروس اللي فازت بها اون جيبي كي كانت صغيره، ودوره ومبلدون، دوره اليوسوبين، خمسه الجراند سلام اللي في العالم. واحنا اليوم في تونس احسن بنيه عندنا مصنفه في صنف الشبان هي اللاعبه فريه بالحسن، كلاسيه 172 في العالم. واحسن وليد هو اللاعب هرميسي ريان، كلاسيه 260 في العالم. دونك احنا السيركوي هذا جونيور كي وقت نستقطب احنا اللاعبين الاجانب كما قلت ويجيو بحذانا بيان سور ديما سي بينيفيك، خاطرك باش تتعلم منهم، باش تشوف من عندهم، وباش تحاول تكسب خبره فك العلاقات اللي تصير ما بين المدربين نتاعهم بين اللاعبين نتاعهم، واللاعبين نتاعنا يحتكوا باللاعبين الاجانب وعندهم شانس كبيره باش يكسبوا نقاط ويحسنوا الترتيب العالمي نتاعهم في تصنيف الشبان. هذا هو الهدف نتاع الدورات هذيا، ونعتبر معناها تعديت دوره الحقيقه خارق القاعدة. صغارنا تعلموا برشا حاجات، الأولياء المدربين، شوفنا الناس اللي سي عبد الله معناها يلعبوا في التنس ان طونكو بروفيسيونيل، معناها برشا جوارات لقيناهم ما يقراوش ولا يقراو بار كوريسبوندونس اونليني، فعندهم وقت كبير باش يترناو الصباح ويترناو العشية ويعملوا في معناها ان فوليوم دونترينمون معدل معناها حصص في الاسبوع اكثر برشا من صغارنا، هذيك علاش تلقى النيفو نتاعهم اقوى واكثر. فهذا الكل باهي باش بعد ما يجيكش غدوه زاد ولي ولا بربي سي ماهر شبيه ولدي ما تحسنش ولا شبيك هذا، كي يجي ويشوف الناس كيفاش تخدم يولي يفهم خير، يفهم متطلبات الرياضه هذه خير. وانا اقول ان شاء الله معناها علاش ليه الدورات هذه معناها انا نقول ديما راهو فيها دي بينيفيك، ديما راه قاعدين نتعلموا وقاعدين نقولوا نحن كي نحتكوا باللاعبين الاجانب يكون الحاجه هذه ايجابيه على جميع المستويات. ان شاء الله يعني الوليدات نتاعنا يكونوا في المستقبل يعني حتى على المستوى المردود يتحسن اكثر. ذاك علاش اليوم في الدور النهائي زميلنا حسام الرابحي كان خذا تصريح من سامي سنوسي مدرب المنتخب الوطني التونسي، نسمع شنو قال سامي سنوسي. انا سامي سنوسي انترنير ايكيب ناسيونال، عملنا نتائج طيبه سافا، تو كمل خساره، عملنا فينال سامبل وهزينا بنات دوبل، دونك يعطيهم الصحه، ريزولتا باهي تسمى بالنسبه لجواراتنا وكل شيء، من الريزولتا هذا ان شاء الله ياخذوا حصلوا الكلاسمون نتاعهم نتاعهم. والله دورة ناجحة الحقيقة على الأخر، يعطيهم الصحة تنس كلوب تاع قروان، أورغانيزاسيون باهية، حتى في الأوتيل يفرحوا بالجوارات في الليتيرا وكل شيء، وتنظيم محكم بالكدا، وكمستوى طيب الدورة تسمى مستوى نتاع اللاعبين مستوى طيب. إذا بالنسبة لتصريح المدرب المنتخب الوطني سامي السنوسي اللي حكي على التنظيم المحكم وخاصة نسق المباريات، وكان شكر يعني اللاعبين اللي ترشحوا للنهائي اكيد مير شاترنير. صحيح كما كنا نحكي وكما حكي معناها سي سنوسي هو مدرب وطني نوجه له تحيه كبيره. تعديت الدوره الحقيقه في ظروف طيبه، ولو سيت معناها كان اجريابل، كانوا الناس معناها يسكنوا في الاوتيل ويلعبوا معناها فرد بلاصه ما عندهمش ديبلاسمون، طقس جاهم زاده باهي، لي تيغان انفراستركتور كانت باهيه. تعديت الحقيقه دوره ناجحه، وكما كنا نحكيو معناها شوف راهو الهدف نتاع الدورات هذه تو انا حتى برشا ناس يقول لك سي ماهر علاش ننظموا فيها الدوره هذه وشنو والواش ننظموا فيها، واحنا بيسكو ما عندناش باغ اكزومبل حتى انفراستركتور في قروان علاش نعملوا فيها غاديكا في سوسه. فما برشا كلام، انا نقول سي ان اوبجيكتيف بور نو،
وسيت اون اكسبيريونس لينا حنا. اول حاجه كيما كنا نحكيو باش نشوفوا الناس هذوما الناس راهو الجولات اللي جاوا كيما الايطالياني هذي اللي ربح ولا كيما البنيه هذي التشيكيه معناها هذوما ناس مضحيين معناها سي صغار هما في العمر لكن عملوا ان شوا ويلعبوا في التنس بروفيسيونيل لهي كان بالتنس هذه اول حاجه. ثاني حاجه معناها نجيبوا زاد الناس باش نتعلموا منهم ونكسبوا منهم خبره. انت اليوم مثلا كان جي وتاخذ انت من عرشنا حتى الصغيرات اللي عندنا تقول ويجي نترني ونعملوا بار اكزومبل 3 سوايع على الصباح وساعتين العشيه كل يوم ما يكملك جمعتين معاش يرجع. معناها الناس تخايب راهي حاجه سهله راك اليوم كي نشوفوا جوالات كيفاش تترن وكيفاش تخدم سي عبد الله يفهموا الناس كونه راهي رياضه صعيبه ولازمها تضحيات ومش بالسهل باش تخلط. دونك هذيك علاش احنا الهدف نتاعنا كنت من تنظيم الدورات هذيا ونتصور معناها لو ميساج خلط للناس الكل والحقيقه كل نقول احنا الانتراكسيون اللي صارت بيننا وبين سورتو لي زيترونجي وعلاش ليه يمكن احنا نبعثوا صغار يلعبوا معاه يلعبوا معناها بحذاهم يمكن هما يعاودوا يرجعوا بحذينا وهكاك تتبني العلاقات سي عبد الله. وهذا كله في مصلحه كما كنا نحكيو الرياضه في القيروان وفي مصلحه التنس بالقيروان وفي مصلحه معناها التنس التونسي بصفه عامه. هو للتاكيد ماهر باش نسمعوا تصريح اللعبه الانجليزيه. Bonjour, I'm Carlo Alberto Caniato and I spent a fantastic week here in Sousse, a beautiful place, a beautiful club and I played really well in all the week against my opponents, really good and I've spent a fantastic week with in a beautiful city like Sousse and thank you for, I want to thanks to my coach, to my team and also my family. أكيد هذا كان تصريح لعبة الإنجليزية اللي يعني شكرت العائلة متاحة شكرت المدرب متاحة وكذلك عجبتها يعني الأجواء خاصة وتنظيم المحكم في الدورة. صحيح وريت حتى من كلامها راهو معناها وقت تشكر هي عائلتها وتشكر المدرب متاحة هذا معناها يفسر الكلام يكون نحكيو فيه كونه راهو اللعبه هذه لازمها برشا تضحيات. معناها المدرب نتاعها مضحي معاها عائلتها مضحيه معاها هي بيدا مضحيه من وقتها باش نجم تعمل نتائج كيما هكا. دونك وهذا هو معناها لو بروفيشناليزم في التنس كونه راهو لي جوار اذا كان يحبوا يخلطوا ويحبوا يعملوا كارير في التنس راهو يفو اتر بروفيشنال ولازم فما تضحيات وما غير تضحيات راهو اللاعب ما يخلطش وما ينجمش يوصل. وهذا هو وان شاء الله معناها اللاعبين هذوما كيما شفناهم يلعبوا في نتس بالقيروان في الاي تي اف بوركا با معناها نشوفوهم غدوه في ان اشلون اكبر في دي غون تورنوا بروفيسيونيل. وتمنينا زاد امير في النهائي يكون اكثر من تونسي للاسف الدور نصف النهائي اللي جمع تونسي تونسي اللاعب الوحيد اللي ترشح النهائي ياسين قروات اللي للاسف يعني انهزم في الدور النهائي. قبل ما نعلقوا على ياسين ونحاولوا نحكيوا على يعني الاسباب اللي خلت يعني اللاعب نتاعنا ينسحب ولو انه تمنينا يكون هو يعني الفائز هاو نسمع تصريح ياسين قروات ثم نرجع للتعليق. اسمي ياسين قروات لاعب تنس وتعديت دوره باهي ياسر وصلت فيناليست معناها ضد خصم كان قوي جدا معناها في تعدى فينال صعيب على الاخر بالنسبه لي اما ان شاء الله نتعدى ما احسن ونعمل ما خير ونحب نقدم تحيه للتنس كلوب بمونستير وفيدراسيون تونيزي التنس كلوب خروان ان شاء الله نكون بحذاكم عبد الجاي ان شاء الله ان شاء الله المره الجايه نهزها بالطبيعه مهمه جدا بوانيت باهين للكلاسمون مونديال ونستحقوا ما خير ان شاء الله وماتش صعيب شويه بالنسبه لي معناها خصم محترم بالقدا يلعب بالباهي وان شاء الله ما خير ان شاء الله المره الجايه نقدم له ما احسن ندعو باش الناس الكل تجي تلعب معنا وتقدم ما احسن ما عندها. تعليقك ماهر على كلام ياسين قروات. والله هو لا في صحه لمحل وليد قروات فرق حتى الفينال كلام صحيح الوليد يلعب محترم قوي وليد قوي عليه انهزم مجموعتين 6-6-6-1 هذا هو معناها سي عبد الله في الرياضه ما ثماش مجامل ما عندك تربح ما عندكش تخسر ونجيب الخصم في البيتو اليوم في روند راس نادال اللي كان يعرفش مليح يخسر فمش مجيب الرياضه هذه اذا كان عندك ماكش حاضر راك ماكش حاضر راك باش تخسر تتعدى كان عندك حاضر وتجي بريزون تتعدى وتربح ماكش حاضر تمشي تحسن روحك وترينا دونك اليوم
توا بار اكزومبل حكينا شويه على حكيتنا شويه مع ابوه توا بار اكزومبل ياسين يقرا في السي بي دو حتى الوقت هو نتاع ما عندوش برشا وقت معناها لا وقت ولا مخ حتى مسكين باش ينجم يوفق بين قرايته هذه الصعوبات اللي يقاولها وليداتنا الاخر وليد ايطالي معناها يا يترنى في اكاديمي ويترنى صباح وعشيه وفاضي معناها دونك هذوما يعملوا الفارق صحيح الانجاجمون هذا ويفو دي مويان اوسي وسي هذا الانسان لازم الامكانيات باش يكونساكري روحه وانترنور على ذمته ويترنى صباح وعشيه دونك مش سهل العمليه لكن انا نقول ولادنا توا ياخذوا حتى للفينال ويحكوا للدوما ديما نقولوا نحن عملوا حاجه محترمه الحقيقه ما ينفو با لي زاد البيرفورمانس اللي عملوها صغارنا في لي تورنوا كيما هكا نتمنى له ان شاء الله ياسين كل خير وان شاء الله كيما قال هو ان شاء الله نتمنى له كل خير ياسين قروت وكذلك التوانسه الكل خاصه زاد نادي تنس بالقروان ان شاء الله نلقاو عده اسماء اخرى تبرز خاصه في الدورات القادمه مازلنا مواصلين مستمعينا الكرام حتى للسته نتاع العشيه في استاد الحياه نعملوا ترتيحه مع الموسيقى ثم نرجعوا للبلاتو استاد الحياه استاد الحياة 45 دقيقة بعد ما ثلاثة مرحبا بكم مستمعين الكرام مرة أخرى في استاد الحياة وكذلك في حصة خاصة وبلاتو خاص في سبيسيال تنس وعودة للدورة الدولية العالمية من تنظيم نادي تنس بالقيروان سعيد جدا مرة أخرى باستضافة العضو الجامعي والأمين السابق سي طارق البرون مرحبا بك شكرا مرحبا بك سي حطاب وشكرا على الاستضافة ومرحبا بك مرة أخرى سي ماهر بغنيمي المدير الفني لنادي تنس بالقيروان كنا نحكيه منذ قليل على الدورة وتقييم الدورة خاصة يوم الختام والنهائيات وشفنا تصريحات بالنسبة للأجانب وكذلك التوانسة خاصة ياسين كروات ومدرب المنتخب الوطني سامي السوسي اللي عجبتهم التظاهرة والدورة باش نرجع للتصريح خاصة في هذا الأسبوع ويوم أمس بالنسبة لي والد مشارك في الدورة شكر برشا التنظيم شكر برشا الحكام أو نسمع شنو قال اسمي عماد حمروني جاي من لانجلتير ولدي زكريا حمروني يلعب في الدورة دي تاع القروان اللي فريمو أنا فرحانين بها برشا لعب اللي مصباح وربح 6-3-6-2 كونتر الماروكان وتو يلعب في الدوبل ان شاء الله تتواصل وان شاء الله القرواني يواصل على المهمه نتاعو ولدي هو من الاصل من نادي جربل تنس بيلعب في الفريق القومي ويعيش في بريطانيا ويترنى غادي ويتابع الفريق القومي التونسي معناها كلهم بعضهم هذا اكيد ولد المشارك ايضا باش نسمعوا تصريح ساره الترخاني اللي قدمت مستوى كبير برشا عسلامة اسمي سعيد ترخاني عمري 15 سنة جوز دو تنس دو ليكيب ناسيونال لعبنا اليوم ماتش ما كانش صعيب جملة ربحنا الحمد لله دومي فينال تعدينا للفينال لعبنا ضد دو ادفيرسير من برا ما شاء الله عليهم بالحق ما كانش سهلة جملة والحمد لله إذا كان تصريح سارة الترخاني أكيد عمره 15 سنة لكن قاعدة تقدم في مستوى كبير برشا صحيح سي عبد الله هي شاهد في بارتي معناها لي جوز بروموتوز في تونس على جد 13 ans في ليكيب ناسيونال وفي العمر هذا سي امبورطون باش تبدا على بكري تلعب في السيركوي هذا اي تي اف وكومونس ا غاني دو بوين وعطيها صحه ربحت دوبل وعندها اون في على معناها سورتو اون فورس دو كاركتير الحقيقه تبارك الله عليها كيف كيف اللاعب الحمروني اللي ترينا ويدرب في لانجلتير دونك بيسكو إلي انستالي غاديكا زيد الحقيقة ورا وجه طيب عمل فينال في دورة الجازيليك في الدورة متاع القيروان خسر في الدور ربع النهائي دونك مقام مردود طيب ياسر وهذا هو الهدف معناها الاحتكاك باللاعبين هذوما الأجانب يعطي ثمار متاعه كونه أول حاجة اللاعب يعرف المستوى متاعه وثاني حاجة يخلينا نتعلمه منهم زيدا بروكا با ويخلينا زيدا نحاولوا للبروشين تورنوا نحضروا احنا اكثر ونعرفوا احنا شنو المستوى نتاعنا بارابول لجور اترونجي شنو رايك في مردود ساره جميل ساره جميل والله نعرفها ملي هي صغيره قاعد نتبع فيها الحقيقه البنيه بنت نادي تنس بالمرسى توا اللي تبع الجزائريك حكيت شويه مع بوها مازالت كي ولا عندها مدرب خاص بها اللي هي بها معناها اون بريفي كيف كيف معناها كي مشاهد بريسكيزون لو ميم اج زوز بنات الحقيقة في العمر 13 سنة يتمكنوا باش يفوزوا من دورة الزوجي في دورة دولية
يظهر لي ما ينجم يكون زوز بنات الحقيقه سي دي بروفيل اي ان بروجي معناها دو دو تري بون جوور ا لونتير. هذاك علاش باش نسمع تصريح ساره شمال. ساره شمال عمري 15 زوز اللي عملوا ضدهم كلاسي الميل الاولانيين وماتش ما كانش سهل بكل. تحضيراتكم للفينال غد؟ ان شاء الله نعرفوا باش نعطيو لعنا الكل. هذاك علاش ساره يعني كانت يعني خلينا نقولوا انه تتمنى تفوز بالدوره وثقه في النفس خاصه في عمر ما بين 14 و 15 سنه سي طارق. حاجه باهيه برشا انه في العمر هذايا يطمح ويكون موجود في النهائيات وساره وصلت للنهائيات لكن للاسف ما توجدش في الاخر. يعطيك صح كما قلت لك المره اللي فاتت ما عادش نقولوا للاسف ما عادش نقولوا انهزمنا. هذا الديبا نتاع انهزمت وللاسف ما عادش نحب نسمعه خاطر نحن في كرسوندو قاعدين نصعدوا قاعدين نتحسنوا قاعدين بصدقي قاعدين ننتصروا. حتى ولو صار ما انتصرتش فتسمع في المدرب سي ماهر سي با نابورت كي يقول لك عندي بيرسون انا نتصور انها مش تكون الفا اكسيلي سي بيرسون با اكسيلي كي قد ما نقول انتصرت ساره رغم ان النتائج ما كانتش كما نتناملوا ولكن ان شاء الله سننتصر في المره القادمه. انا ساعه قبل ما نحكي معك نحب عجبني سي ماهر اليوم لابس كاسكيت تيسيكا حط عليها زوم خلينا نشوفوها هكا تيسيكا وزيرها والتوني تاع تيسيكا فريمون سي ان بون سيني دان ديريكتور تاع الكلوب اللي فيه لابارتونونس خارقه العاده وبالابارتونونس هذه بحب الانتماء للنادي تاع مدير النادي كيحب النادي تاعو ويبدا فخور به وتشوفه كيفاش يلبوج افيك لو توني تاع الكلوب تاعو هذا ما يعطي كان حاجه باهيه في وسط النادي وهذاك علاش سوي سور الكلوب تاع التنس تاع القروين إل فا إيفولي دي فاسون إكسترادينير ومش يقدم أشياء رائعة في المستقبل إن شاء الله. اليوم سي طارق أنت كنت متواجد خاصة في سوسة في اليوم الختامي والنهائيات كيفاش شفت الأجواء غادي والانطباعات نتاع اللي ساهرين غادي على التنظيم والأولياء حتى اللاعبين؟ شكرا فيت هذاك علاش انا جيتك مؤخر ونعتذر فيت خاطرني من سوسه مش نكي سي ماهر ومازال شباب على الدوام انا روحت وارتحت باش نجمت نخرج تعليق دونك ويمكن حسي محمد ما نجمش خاطر يمكن طاح فرد مره ونزيبا دونك الاجواء حسب النوت تاع الفيدراسيون نحب نعطيك الفيدراسيون معناها سعيده جدا نتصور كرئيس الفيدراسيون زاد شكون ياسر سعيده بالصوره بوزيتيف اللي خرجت لهذه الدوره معناها حتى اللي حضروا معناها الاجانب اللي حضروا وقت عملوا التيمونياج وانا شفته في التيمونياج نتاعهم معناها مش حاسين تورنوا معناها في تونس وما حاسين كان تورنوا انترناسيونال او نيفو ما فما حتى انديفيرونس بصدق ما فما ما تحسش انهم حسوا ان فما انديفيرونس من تورنوا هذه عاملينها عملها نادي اسمه تيسيكا قروين او دومبا يا با تفكير ما فماش سيدي بروفيسيونيل جايين يلعبوا فما تورنوا انترناسيونال مش ياخذوا النوت نتاعهم البوان نتاعهم ياخذوا التروفي نتاعهم سي بروفيسيوناليزم هذا اللي لوج عليه بروفيسيوناليزم الدوره انا نتصورها كانت ناجحه والفيدراسيون وقفت وراء الدوره هذه رغم صعوبات من الاول في تنظيمها وكانوا يتمنوا ان وقت طلبوا منا تيسيكا باش تنظم هذه الدوره في القروان جينا لهنا وشفنا انه سيتي با بوسيبل ان تتنظم في القروان خاطر لو ترا ما خلطش وانسي سويت فلكن الفيدراسيون انسيستي مع تيسيكا انها تتعمل هذه الدوره هو ذاك علاش تعملت في تونس في سوسة هي في تونس تعملت في سوسة وان شاء الله المره الجايه تتعمل في القروي لو كي نلبس الكاسكيت اللي عندك مع سي ماهر كاسكيت تيسيكا نحيو تاسكيت في ديراسيون تاع تونس نلبس الكاسكيت تاع تيسيكا في القروين نقول لك انا باذن الله انا متاكد بتضافر جهود الكل تاع اهالي الجهه ورئيس النادي والمحاطين بالنادي انه وبدعم شديد وقوي من الفيدراسيون انه الترا يكون حاضر باذن الله وهذا هو سماه تراش في لي دو افيك لي غرادان تاعو وترا افيك لي ديمونسيون تاعو كي ريبون نورم مثلا انترناسيونال ينجم انه مع لي دو زوتر ترا الموجودين انه عام الجاي تكون فما الدوره في القروين هذا اكيد باذن الله وانا متاكد منه وخذوها عهد سجلوه وين تحب تحطوه حطوه انه باذن الله عام جي الدورة التيسيكا مش تكون في القروي وما نتصورش كان رئيس النادي وبعرفتي ليه بصديقتي ليه انه ينجم يقول
وكيراها مش تحضر يحضرها ويحضر وتتعمل الدورة عام الجاي في القروية. وأحسن وقت تعمل في الشتاء يعني. إن شاء الله في كسمة في القروية ماذا بين نعملها في الشتاء بور دوبل ريزون. أول حاجة خطر في الشتاء نحن التوريزم تاعنا في القروية يجي في الشتاء أحسن في الشتاء حتى الزوتيل تاعنا تقام في السوميتا في الشتاء. وذلك هما الدورات كما قلت الدورات العالمية كما هكا يعملوا الديناميك في البلاد. تشوف سياحة تتطور الزوتيل يتعباو معنا لي فامي يجيو الاجانب يجيو تتعبى الزوتيل. انا بكر في الانترفيو مع اذا اخرى صحفي قال لي واش يتبناو وتلا قلت له بركو كاين البروبليم لوسكون ريف لو ريف سي ديفلوب اون فيزيون معناها الحلم يتحول الى رؤيه عندما تعملوا استراتيجيه واضحه. نحن عندنا حلم ان يولي عندنا تونس متقدم عالمي نعمل استراتيجية ونبني لي زوتيل توجي ورجال الاعمال مش تسلق اللي هي فيها ان ديمونسيون حلوه التنس وينجم يدور الدول نتاع البلاد فالناس تخدم. والدليل على ذلك انه هذا الاسبوع هكسي ماهر قال لي 5 دورات عالميه تنس في تونس في اسبوع واحد في اسبوع 5 وان شاء الله الحياه افهم سبيسيال تنس تبعها مع الدورات هذوما الخمسه 5 دورات عالميه في اسبوع واحد. هذا الامباكت شنو الامباكت الديريكت نتاع النهايه هذه البلاد في امان ديجا ان برومي امباكت على الشان انترناسيونال الصوره في العالم الكل على الشان انترناسيونال تونس في امان. واحد تونس جميل بهذه الصوره اللي مش تخرج لو توريزم لي زوتيل نتاعهم ابارامون يقبلوا ان سبور ان نيفو معين وناس فما خاطر لي فامي تاعهم عندهم بارفوا دي زيكزيجونس بارفوا في لي زوتيل اوترما لي زوتيل تاعنا بيف اكسبتي دي شوز باري اونسي سويت سي حلو انك تلقى خدمه كيما هكا وتلقى ان فيديراسيون. سامحني كي نقول كلمه معناها خاطر نرجع لرواحنا تلقى ان فيديراسيون كي ترافاي بالفاسون هذيا ما تنجم كان هما نجموا كان نقولوا برافو للكل برافو على العمل تاعهم وان شاء الله ان شاء الله التنس الى الامام مالغري ان اونس اليوم من انتصرت بوجودها في لانغاروس وبوجود فقط با ايفيدون خاص ماهر اسكو سي ايفيدون داتر في دوره كيما الدوره كيما هذيك برام نحن كنا نتمنوها ان تكون هي تتوج بربح لهذه الدوله لكن مش مشكل ان شاء الله في الدوره الجايه تسمع اونس خذت لو برومي بري هي هكاك اون افونس بتيت بتيت اون افونس باذن الله التنس في تونس ما يكون كان عنده الخير ان شاء الله. الهدف تاع التنس نحبوه يولي رياضه شعبيه لازم الناس تنحيك الفكره تاع انه التنس معمول لناس معينين لا التنس لكل الناس واضح. سي طارق حان الان يعني موجز الاخبار الساعه 4 مع زميلتنا احلام العامري ثم نرجع نوصف استاد الحياه تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرات. 13 دقيقة بعد الأربعة عودة من جديد في برنامج استاد الحياة وربريك سبيسيال تنس اللي تعودت به الناس الكل كل نهار أحد. أكيد باش نرجع نحكيو على الدورة الدولية العالمية لنادي التنس بالقيروان. سي طارق أكيد كنا نحكيو بكري على الخمسة دورات حكيت لنا على الخمسة دورات هذية أكثر توضيح باش لعبة تكون تعرف أنه الدورات هذه دورات هامة جدا وفي نفس الوقت داروا في أسبوع. وي شكرا. افكتيما هو الفيدراسيون أثناء عملت نسميها إكسيلانس إكسيلانس وتحدي يعني قال حتى فما في سلوغان محطوط في الفيدراسيون تاع تنس تاع تونس كي دي ميو فيت من يقول أكثر من هذا من يمكن له أن يقول أكثر من هذا. خمسة دورات عالمية في أسبوع واحد باش تعرف ان كما قال لي توسيمير انه فاتنا احنا في العالم يصيروا قرابه 500 ولا 570 دوره انترناسيونال بور جونيور اي تي اف جونيور منهم 20 سنه صاروا في تونس معناها سان اكسبلوا كيلكو با سان اكسبلوا كي ميريت شابو يعني شابو. هما الخمسه دورات وفات انا مش نعطي لسي ماهر اللي هو اقدر مني في تقييم هذه الدورات اللي هما دورات فما صارت دوره في القروان هذه دورات فما زوز دورات في سوسه جو بونس دوره في سوسه تي اف جونيور في سوسه ودوره كذلك تي اف جونيور في تاع غزاليك فما دو تورنوا في المونستير واحده في دونز ان اوتيل والاخرى في نادي تنس مونستير اللي دوره عالميه وفما بروشينمون فما ان تورنوا اللي مش تصير باذن الله في تونس
اللي فيها تحديات كبير تورنوات فيه تي دبليو ان شاء الله دبليو تي ا مش يحكي لكم على سيمير اللي فيها ان بري اول مره نسمع بلي بري كما هكا في تونس 250,000 دولار تنس وين ينجم يوصل معناها ان ديفي بهذا الشكل مش يخلي بلوزيور جوار على الشان انترناسيونال نتصور مش يجيو برشا ونتصور اونس جابر بروبابلمون مشارك في الدوري ان شاء الله هذا هذيك اون ليسبير بوكو با 250,000 دولار حلوين برشا نقول انا سيمار يحكي تحكي لكم باكثر تفاصيل حول هذه الدورات اللي قاعدين يصيروا واللي صاروا في التو في 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 تونس. كما قال سي طارق هو راهو قبل ما ندخل في الديتاي نتاع لي تورنوا الحقيقه نحب نوجه تحيه كبيره لسي محمد ديوان وسي طارق اللي من غير مجامله المسؤولين هذوما ما عادش تلقى منهم برشا في تونس. ايزون باتي معناها ان كلوب دو تنس في القروان، ايزون مي لي بيليي معناها نتاع الرياضه هذيا في القيروان، وهذه حاجه تحسب ليهم وباش يشهد التاريخ للزوز رجال اللي عملوها هذوما في القيروان بمسانده بيان سور اعضاء الهيئه المديره الكل وناس الكل اللي ساهمت من بعيد ومن قريب في نشاه الرياضه هذيا في القيروان. الكلوب هذايا كي تشوف سي عبد الله ليفولوشن اللي عملها من لورغانيزاسيون تاع لي تورنوا ناسيونو لي تورنوا انترن لي تورنوا موندو دوزون لي زوبين حتى اليوم وصل الكلوب ولا يعمل في دو تورنوا انترناسيونو دورات عالميه ودوليه للاواسط. دونك تحس فما ان بروجي سبورتيف فما خدمه قاعده اليوم تتخدم. انا اليوم بحذاكم لهنا جو نو في كو ايدي et mettre معناها peut-être un plus dans ce projet اللي خدموه ناس قبلي. دونك الحاجه هذه مش بالساهل. نحب نشكر زيد برشا سي كمال النجار اللي هو من الحقيقه ان بيلي من معناها من يمكن بتاتر في وقت من الاوقات كما جا سي كمال موجود يمكن راهو النادي هذايا ما عادش نحكيو عليه اليوم. دونك ثم برشا ناس ضحات باش النادي هذايا يوصل للمرتبه هذايا. وعلاش ليه نطمحوا باش نزيدوا نتحسنوا؟ صحيح نتحسن في الانفراستركتور ولو عندنا دي جوغ يعملوا في دي ريزولتا باهين ولينا سور لو بلون اورغانيزاسيون ننظموا في دو تورنوا على الشيل انترناسيونال وماذا بينا نزيدوا نحسنوا القدام ونطمحوا لما خير. كما قال توا سي طارق علاش ليه العام الجاي ما يصيرش الدوره من الدورات هذه في نيتنس بالقيروان وعلاش ليه اونيفولو با معناها اكثر من هكا بالكلوب هذايا سور لو بلون ناسيونال و سور لو بلون انترناسيونال. بالنسبه لي تورنوا دونك كيما تفضل سي طارق اليوم في تونس اون اورغانيزم انا بلوس كو 20 تورنوا جونيور بالنسبه للموان 18 عام. لي تورنوا هذوما على مدى السنه الرياضيه كامله يسمحوا للاعبين نتاعنا باش يحتكوا باللاعبين الاجانب باش يكسبوا نقاط باش يحسنوا الترتيب نتاعهم. فما دي تورنوا زيد بروفيسيونيل اللي يدوروا على مدى السنه الرياضيه كامله في لوتيل ماجيك لاي في المونستير. دي تورنوا اللي وين لي جوور يكسبوا نقاط وفيها زاد ربح مالي. لي تورنوا اللي تخلي لي جوور هذوما جونيور يدخلوا للسيركوي بروفيسيونيل. اي بيان سور لو غران تورنوا دبليو تي ا اللي حكيت عليه مدام سلمى وقت اللي كانت بحدنا هنا. ان تورنوا 250,000 دولار لاول مره معناها في تاريخ تونس باش نظموا دوره في الحجم هذا. كيما تقول ما نعرفش انا تونس باش تعمل كوب دوروب في الفوت. دونك سي ان غران تورنوا معناها باش يجي لي غران جوور باش تلقى معناها لي غران ميديا بي سبور باش تصور معناها هذوما ناس من اعلى طراز في الرياضه هذه اليوم كما قال سي طارق باش وجه البلاد في الصوره. دونك هذا هو دور الرياضه ابار لو بينيفيك نتاع نقولوا نحن العباد اللي تشوف لي جوغ بروفيسيونيل تتعلموا من عندهم نهزوا صغارنا يتفرجوا في لي جوغ هذوما وتعطي هكا لومبيسيون والموتيفاسيون للناس الكل اللي راهو اليوم تونس نجموا كبلاد بالانفراستركتور اللي عندنا وتحب ولا تكره بالمشاكل اللي عندنا وكل اوني لا سورتو لي بلان كو سوسوا شي لو بلان ريزولتا كو سوسوا شي لو بلان اورغانيزاسيون باش ننظموا ونكتحسوا الرياضه هذيا وعلاش ليه ان شاء الله ما نشوفوش معناها ابطال اخرين كيما اونس ولا كيما مالك في رياضه التنس. حاجه باهيه برشا ابارامون مش تتعمل في اكتوبر الدوره العالميه الحدث الكبير هذا ان شاء الله يعني نكونوا متواجدين غادي ونتابعوا هالحدث هذا الحدث الكبير. وحاجه باهيه برشا انه ديما نادي التنس بالقيروان اللي تقريبا يعني المشاركين الكل خذوا فكره على النادي هذا وعلى يعني
التنظيم المحكم وعلى المشاركة، خاصة إن شاء الله الموسم القادم يكون تنظيم في ولاية القيروان بحضور يعني الملعب، ويكون الاقتصاد والسياحة الداخلية في ولاية القيروان حاجة كبيرة برشا. سيطرق أكيد الخدمة تبدأ من تو. إيه هو وأكيد الخدمة كانت موجودة كما كان يحكي لك سي ماهر، نادي التنس مش تاع البارح، نادي التنس تاع القيروان عنده ديزاني، أنا عنده لي زاني 80 زاني 70 راه من وقت سي كمال ملك وقت سي كمال جاء. أنا نتفكر وأنا صغير كنت نتعدى وقاه لابسك التوني وكشورت لكحل المزيان اللي لابسه ومعاه وليداتك بداو مزيانين حلوه وقتها، كانوا مي كانوا يلعبوا على تران هكا زفت واحد وكل. لكن ان شاء الله تستعان، قلت لك استدعى سي كمال وجو بونس يجي يحضر معاك في البلاتو هذوما تاع التنس، تعطيك الحكايه الجميله لهذا النادي، يحكيها لك بفاسون اكسترودينير، وتلقى شوف لك ليموسيون اللي عنده كيبدا يحكي عن نادي سي كمال النجار، ربي يعطيه الصحه ان شاء الله وربي دوما وفاتك، يبدا يحكي لك عن النادي وكيفاش النادي وقداش عاش من رئيس تاع النادي، حتى هو زاد الى سوبي كيلكو بريزيدون والى ايمي كيلكو بريزيدون والى ايفولي افيك كيلكو بريزيدون. ولكن هو عنده زاد مع سي محمد عنده حكايه حلوه، يقول لك مع سي محمد سي اوتر شوز، التنس سي ديفيني اوتر شوز مع سي كمال ان شاء الله. دونك هذا الماضي، ونحن ديما نقولوا ديما كلمه نقولها انا ديما كرومتي مش في تالي، ديما كرومتنا قدام، نحفظوا من الماضي الباهي فيه، نحفظوا النضالات تاع الشخص كيما سي كمال ومن معه كيفاش هما ناضلوا ويلون ريزيستي باش النادي يقعد، على يلون لو ميريت، يلون لو ميريت سيني ريان، يلون لو ميريت انا مخليه النادي يقعد باش جاو ناس عندهم لا كاباسيتي باش يتطوروا به. والعمل يبدا كما قلت من الدو توا، شنو قاعد يتركز توا في وسط النادي، انه نحلوا شويه نقص شويه بنات في وسط النادي نتاع التنس تاع القروان. هذه دعوه للاولياء انه البنات اللي يفولي بيان في التنس هكا سيما في ساعه يوصلوا، مش كيما الاولاد. الاولاد لازم شويه طون باش ياخذوا البطولات وياخذوا الابطال، البنات في ساعه اللي يفولي وفيهم اسرع وفيهم كاباسيتي تاع تطور اسرع في الصغر. نحن عندنا نقص في الكلوب نتاعنا تاع التنس تاع قروان، وانا اعتبره مش نقص كولتوريل مش ثقافي، انه ما يحبوش اهل قروان يبعثوا بناتهم يتدربوا في التنس، لان اعتبروا انهم مازالوا ما عيونهم بايلوا كوراج هكا باش يقولوا هيا ولا يخليوا صغارهم شويه يلعبوا، خاطر القرايه شدتهم برشا، برغم ان القرايه ما تشدش على الرياضه، راه مستحيل هذاك الحوار هذاك راه غلط، راه القرايه ما تشدش على ان البنات. اول حاجه لازم نكثروا بالبول تاع البنات في نادي تاع التنس تاع قروان، وان شاء الله بالتران جديد اللي مشي تحل يولي فما ان ديمونسيون انترناسيونال في الكلوب هذا. هو اقتراح سي طارق، حتى مدام سلمى المولي كانت حاضره معنا، انه اقترحت علاش ما ندخلوش الرياضه هذه في الرياضه المدرسيه التنس، كنت اسهل برشا باش نستعمل. هو راه فما نورمالمون فما اساس كون ابيل لي سونتر دو بروموسيون، لا عندنا سونتر دو بروموسيون في القروان تاع التنس، لكن مش ناشط كوم يلفو، مازال مش ناشط، نجم يكون فرصه باش نطلبوا من الناس باش ينشطوا هالوا. اما كرياضه هي النادي تاع التنس تاع القروان مفتوح للمؤسسات التربويه، راه ما نجمش نقول انا كي يجيك تو مدارس ولا حاجه كيماك تحب تدرب ولا تحب تلعبوا في المؤسسه في التران تاعنا ويجوا يلعبوا الصغار تاعنا، ما تصورش كيفاش يقولوا لنا، ما تصورش يقولوا لنا، ما تصورش معناها مفتوح، نحن مفتوحين للمؤسسه التربويه، لكن ديما نقول اللي سو كي مانك سي الانيسياتيف لو كوراج دو فير، النادي مفتوح لكل الناس اللي يحب يلعب التنس يسوى لا بيان فيو. نحن عندنا مدير فني رائع يعرف يحيط بالناس، اجاو للنادي واجاو تدربوا، وفيكم راهو على 100 يطلعوا 10 فيهم بوتونسييل نتاع كذا، نجموا نحن نتبنوه، ما تخافوش، كان لقاو دي بوتونسييل باين نتاع لاعبيه مش نجموا يوصلوا الكل يتبناه، وتبنينا قبل اللاعبيه، باش نقول لك احنا وديتنا حتى ديكسبيريونس مع كيلكو جوار، مي مالوريزمون ينون با كونتينيو، مي تبنينا فما لاعبيه تبنيناهم، سيرتو لي بلون قرايته ودبشو تيوني تاعو وتدريبه وكل، انا سي بوسيبل اذا نلقاو دي بوتونسييل بوركوا با. هو سؤال مطروح سي ماري، نجم يقول لك الاعمار برشا يحبوا يدخلوا صغار، يقول لك الاعمار قداش العمر اللي نجم ندخل به بنتي ولا ولدي؟ والله هو العمر واكثر عمر تو كيما يحكي سي طارق، هو شو يقول لك؟ يقول لك التنس سي ان سبور دو توت اون في، هذه رياضه مجعوله لجميع الاعمار، احنا عندنا جروب يتناو في كلوب هاي غرفة مسي تارك 50 سنة 60 سنة أنا نجم أدخل نتران هي خد 50 60 سنة ويتعلم عن سي كمال وعاملين فيه كل يوم هاي وقتش ترانيه ودو فوا بار سومان وحاضرين وديما يحضروا
دونك الحاجه الباهيه في الرياضه هذه مفتوحه لكل الاعمار ما عندهاش معناها ما ثمش دي زوبستاكل في عمر معين ما عادش تلعب نجم تلعب لكن بور اكسيلونس ولا بور اكسيلونس كما قال زيتارا بيان سور لي سبور هذوما ماذا بيك تبدا من العمر الصغير حنا نقبلوا صغار à partir de 3 ans, 3 ans et demi, 4 ans, نبداو نقبلوا صغيرات هذوما دونك دعوه مفتوحه للناس الكل الاولياء عندنا معناها ان كادر جو بونس كو ايلي تري 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 معناها اكسبتابل ايلي تري ايلي تري سان معناها الاولياء ينجموا يجيبوا صغارهم ويقعدوا غاديك عندنا في الكلوب وكل شيء متوفر معناها في النادي نتاعنا ويجيو حتى يكتشفوا مسيج كان خويا عجبهم الكلوب مرحبا بيهم اذا كان فما حاجات زاد اميليوري احنا اليوم مستعدين زاد باش نحسنوا ونطوروا الانفراستركتور اللي عندنا في الكلوب بور لي زاديرون نتاعنا دونك اليوم اللي تعمل فيه زاد الحقيقه انس اعطاها معناها شحنه كبيره زاد للناس الكل وكما قال سي طارق عرف اكثر بالرياضه هذه للناس ناس قبل ما كانش تعرف التنس اليوم يسمع بون جابر يقول لك تيان خنشوف شنو هو التنس هذا وخنتبعوا ابون فهم عندنا لو تنس ونجموا نعملوا فيه دي شامبيون دونك بالعكس الكلوب راهو مجهول لل زاديرون اي تو لي تو لي زابيتون معناها نتاع القيروان باش يجيو مرحبا بهم في اي وقت وراهو كيما نقولوا لو باركور بعد دو ليكسيلونس اي فا فينير ولكل ما حديث لكل حادثة حديث بعد انت داخل صغيرك يلعب كاين الى لو بوتونسييل الى لو دون tu trouveras les techniciens, tu trouveras les responsables de l'orienter, puis chez vous. Ou qu'il nous sommes créé un parcours, manière de faire que les études ou il a le tennis ou il a une activité sportive. Dans les deux cas, qui me pose tard, on est toujours gagnant, on n'est pas perdant. Donc les deux, le hashtag est majeur dans le tennis. Femme tennis loisir, on a des gens qui le net tennis dans le coin, mais chez le tennis de loisir, on a inscrit seulement, mais chez le loisir, il y a une compétition interne où il y a beaucoup. وفما دوزيام بارتي اللي هي التنس تاع نادي اللي مش يشاركوا في المقابلات ومش يشاركوا في التوروا دو كومبيتيسيون اللي فون ايفولي افيك لو طون اي انكور مع ان تروزيام بوين في يوست نادي تاع التنس في نادي كيما في قروان سنا ليو دو رونكونتر ليو دو لوازير ليو اغريابل دو رونكونتر دو فامي معناها يجيو كنشوف كي جيتو كان صات وثيك تعمل لك ايميسيون في يوست في يوست النادي وتشوف لي فامي كيفاش قاعدين صغارهم يلعبوا قاعدين في ليو بروبر طيف فما حتى مشروبات وكله يحكيوا ويتعرفوا على بعضهم معناها سافي دو لا في ان فيت سافي دو لا في دون سافي دو لا في دون لا في دو كيروانسين بصدق معناها وان شاء الله يتطور النادي ان شاء الله يزيد يكبر هكا بوركو با على سلام انا اللي نحبه اللي نتمنى اني نلقاو يكثروا الفتيات في النادي معناها انا نحب خاطر انا على حتى سيميرا النومبر ليفيكتيف تاع اللي فيه اللي فابل وهذاك علاش احنا سي طارق قبل في الكلوب بالنسبه لي زابونمون تاعو للبنات اللي قيدوا عملنا 50% بور لي في سوبر باش نشجعوا البنات باش يقيدوا اكثر والصغيرات باش يقيدوا اكثر دونك هذه سي اون اكسيون parmi les actions اللي قمنا بها في الكلوب معناها نشجعوا لي جون باش يجيو فوالا وفما اللي الصغيرات بكل كان تجيو تشوفوا في التدريب فما كل صغيرات تاع 3 ans و 4 ans و 5 ans على الميني تنس وفيهم فما لي زونترون احنا ولات عندنا الخبره انا فما لي زونترون في التنس كلوب تاع قرون مستسين بالصغار كيما سي كمال مع السن كبر ولا يدير في الكبار اونتر بارونتيز حسين الريحي يدرب في الصغيرات صغيرات بكل وسا سي دو لا كاباسيتي اسمع سي دو لانتيليجونس و سي با ايفيدون راك باش يدرب الصغيرات وباش تخليه يولي يحب التنس اول حاجه هو تخليه يشوف في لعبه من بعد باش يولي تتربط فيه المحبه تاع التنس وباش يولي يحب يدخل في لي كومبيتيسيون معاك انت يا انت تشيخه وتردو يحب التنس يولي يحب يدخل التنس دو كومبيتيسيون يا انت مش وشفنا فما صغيرات وخروا وفما صغيرات تحسهم قدموا بالكدا ونحن في قروان قاعدين نخدموا برشا على الصغار معناها خدمتنا ياسر على الصغيرات هذيك اش تلقى نحن بعنا برشا ابطال صغار ما عندناش ابطال كبار ما عرفش هيك الصغار كي يكبروا اللي ماعندناش ابطال ما عرفش على سيما يعني برشا صغار معناها ماخذين دي تروا هكا ولا صحيح ولكن كي يطلعوا شويه جونيور هكا ينقصوا طريف هكا صحيح هذيك علاش التنس معناها في دو كومبيتيسيون ماهوش سهل دونك ولهنا الموضوع اللي جبدو سي طارق في بوكو دو بارامتر
فيه تكوين الصغيرة، فيه الفورماشن تاعهم، فيه زيادة جيستيون تاع الصغار. فما ساعات حتى لي بارون، ساعات لي بارون يتسرعوا شويه مع صغيراتهم، سورتو في يلعبوا في لي كومبيتيشن. لك الزربه هذيك مش باهيه، بتتري يعطيه توا هو صغير، لكن كي يكبر اللي عملوا الكل مع ولده ولا مع صغير يكتشف كونه ماهوش هذيك الثنيه الصحيحه اللي يمشي فيها. يثم زيد صغيرات ما يظهروش في عمر معين، ولكن كي يكبروا يفون لو ديكليك ويزكسيل في عمر معين. دونك هذوما مازالوا صغيرات. انا ديما ننصح الاولياء نقول لهم شوف راهو ديما الصغير كونتي البروغريس يقدم طون ميو، كونتي نو بروغريس با وما قدمش سي با لا فان دو موند، يفو اتر باسيون، اسمو شويه صبر، استنى انت تبدا تخدم وكل شيء، لكن ما تنجمش تحب توا توا. النادي ولا المدرب ما عندوش عصا سحريه هو يضرب جوا يردوا، معناها ملاك تخدم على روحك وعندك معناها نقول احنا برمجه باهيه كل شيء، وهذا ما يكفيش، لازمك صبر، لازمك تصبر. حتى المدربين ساعات يتسرعوا شويه مع لي جوغ نتاعهم، لازمك تصبر شويه معاه حتى تقطفك ثمره العمل نتاعك. وما تعرفش علاش ما تعرفش عليه جمهور وقتاش يعمل ديك ليك. احنا ونستربعوا فيها توا عنا عوام، جيت في مدريد وفي روما، هزتنا مدريد وعملت فينا، شكون كان يتصور؟ حتى حد. ما تخدم على روحها، مي ان سي با كونت اسكو فا في لو ديك ليك. دونك هذا هو اللي ننصح به الناس الكل. واللي بارون، لي بارون معناها لي بارون يزمهم زاد كما كسيما لي بارون يزمهم شويه باسيونس. ونحن بدينا نشوف فيهم في النادي تاعنا انه فما دي بارون ولا هي وين ولدي شبيه لازم يقدموا، فما راهو لي بارون ساكريفيس، فما دي بارون ولا ان بروجي تنس عندهم راهو. فما دي فامي ولا عندهم ولدهم ولا بنتهم ستان بروجي ان فيتور، حتى يشوف في اونس ويشوف في انه تنس هو بيدو كي الفوت ينجم يردك من احسن الناس. بدك تقول ان بون جوور دو تنس راهو تي بو فير لا بيل في سي بوسيبل. دونك سي ان بروجي ا كونستروير. وفما تو دي فامي في قروان نعرفهم قاعدين يكونستروي دي زونفون بور ان فيتور معناها شامبيون. وهذا هو هذا هو الاوبجيكتيف. فما ناس الله خالب شويه الوزير كيفي انا وانت سي حطا، مستحيل انا وياك باش نولوا ابطال تاع التنس في يوم من الايام، حاجه واضحه. ونقعدوا نلعبوا التنس الوزير، وفما الناس اللي سون كونستروي وتحسهم انت تفهمهم انهم هذا مش يكونوا ابطال في يوم من الايام، وهذوما نخدموا معاهم نحن في نادي التنس. وكيما قلت في نادي التنس تاع قروين يا يسونجاج يلقى ان بوتونسييل رامي وخرج، وهذا سجلوا حتى علينا راهو كنا قوى بوتونسييل والبوتونسييل ناقصوا سو لو بلان هكا فينونسي والماتيريال هكا ما نقولوش عليه طف نطلعوه، المهم هات البوتونسييل موجود. شكرا لك سي طارق. هكا نعملوا ترتيحة صغيرة مع الموسيقى ثم نرجع مواصلين في استاد الحياة. استاد الحياة استاد الحياة 9:30 دقيقة بعد الأربعة، مازلنا مواصلين معكم مستمعينا الكرام في استاد الحياة، ومازلنا في الجزء الأول في سبيسيال تنس، ودائما نحكيو على الدورة الدولية الأولى للأواسط أقل من 18 عام تحت رعاية إذاعة الحياة اف ام، كذلك الجمعة العالمية وجامعة التنس بالتونس. أكيد سي ماهر برشا حاجات وبرشا نقاط إيجابية في الدورة هذه، أنه رغم التوقيت ورغم حرارة الطقس أنه المستوى كان ممتاز جدا والحمد لله ما فمش إصابات. صحيح جاء طقس سخون شويه سورتو الايامات الاخرى، دونك اوريزمون اللي ما صارتش اصابات وتعدى التورنوا في ظروف طيبه، وهذيك علاش احنا بيدنا ان شاء الله كي نخموا العام الجاي باش نعملوه في القروان. دونك اون دو ريفوار معناها الادات نتاع التورنوا باش نحاولوا نعملوها سوا في الشتاء ولا معناها في الدبيو نتاع الربيع، نظرا لحرارة الطقس معناها في القيروان ابتداء من فصل الصيف. دونك ان شاء الله لي تورنوا لي بروشين تورنوا نشوفوا نتائج خير من هكا ونشوفوا تنظيم على شلي احسن من هكا. هو فما تفاعل سي ماهر، فما سؤال يسالوا يقول لك علاش لي تورنوا ذوما حتى في الليل نورمالمون اذا كان فما ضوء فما تنظيم علاش ما يلعبوش في الليل يلعبوا كان في النهار؟ يلعبوا في الليل لكن اذا كان يتلزوا معناها يبدا عندك برشا ماتشويد وما كملتش لي ماتش نتاعك باش تلز تلعب في الليل، تلعب في الليل نحلوا الضوء ونكملوا. ما احنا مثال علاش ما اخترتوش بعض الاوقات في الليل؟ احنا خاطر عندنا اول حاجه 8 ترينات على ذمتنا في الوتيل، دونك عندنا دي تيران تاع دي زونترينمون يتدربوا فيهم جوات، وعندنا دي تيران يلعبوا فيهم الكومبيتيسيون. والتنظيم نتاع الدوره هو مسؤول عليه حكم الدوره يوجي ربيتر بالمناسبه نوجه له تحيه سي محمد مدله، يتم تعيينه من الجامعه العالميه للتنس بالموافقه مع الجامعه التونسيه للتنس. دونك احنا ما ندخلوش معناها برشا رانا في لوغاسيون تاع لي ماتش،
هذه حاجة التحكيم هو اللي يتلعب بها، واللي ماتش جنرالمون يتلعبوا ديما الصباح، لكن إذا كان صاروا برشا ماتشوات ولا لقد صبت مطر صار روتار نتلزوا باش نحلوا الضوء، عندنا الانفراستر شوي نحلوا الضوء ونلعبوا. واضح الإجابة بالنسبة اللي قاعدين يتفاعلوا معنا. أكيد حكينا على حرارة الطقس والإصابات، نستغلوا الموضوع هذا. سعيد جدا باستقبال المكالمة الهاتفية للأخصائية في العلاج الطبيعي سحر تراد، مرحبا بك. مرحبا بك عسلامة. مرحبا بك سحر، أكيد أخصائية في العلاج الطبيعي بنادي التنس بالقيروان، أكيد كنت حاضرة طيلة الدورة المقامة في سوسة بتنظيم نادي التنس بالقيروان. أكيد باش تحكينا على الأجواء كيفاش كانت الدورة وكذلك الظروف الصحية بالنسبة للمشاركين التوانسة وكذلك نادي التنس بالقيروان. به هو التورنوا هذا أول مرة يتعمل الحقيقة. الأورغانيزاسيون كانت بارفيت غراس أ ماهر اللي بحذيك توا، والمريم والإيمان والبرسانيت كانوا معاهم واقفين وحاضرين معمتها. حتى الأوقات متاع لي ماتش كانوا بيان أورغانيزي دو تيل فاسون معناتها كملوا حتى قبل ما الدنيا تسخن بارفوا. دونك حاجة تفرح برشا، وإن شاء الله دوغينافون راهو حاجة كيما هكا في قروين، إن شاء الله العام الجاي تعمل عنا إحنا خذينا إحنا هون إن شاء الله. هو أكيد سحر أنه حتى من ناحية البدنية وناحية الصحية، أكيد أنت يعني أخصائية في العلاج الطبيعي بنادي التنس بالقيروان، تعرف أنه الظروف وخاصة التوقيت والحرارة الطقس بالنسبة يعني للدورة هذه أكيد يأثر شوي حتى من الناحية البدنية والجسدية بالنسبة للمشاركين. بيان سور تنجم تاثر على الروندمون تاع لي جوار بطبيعه، خاطر هو طقس كاين سخون، اما اوغوزمون لي تيغان اللي تلعبوا فيهم الماتش كانوا معناتها على حسب البحر دو تيل فاسون معناتها فماش كلهوي سخون برشا فريمون، سخانه الحقيقه عاديه ماهيش سخانه تقلق برشا. هو طمنا على حالة يعني المشاركين خاصة من نادي التنس بالقيروان، والأخبار يعني اللي صار أنا والحمد لله دون إصابات. هو الحقيقة والله الحمد تعديت معنا حتى بليسيور حتى بليسيور غراف لجوار كل لباس كلكو سوا توينس أو إلا دي زيترونجي، تعديت الحقيقة زيرو بليسيور الحمد لله. أكيد هذه أول دورة، نتمنى أن الدورة القادمة تكون في القيروان خاصة في الفصل الشتاء. أكيد هي كانت اليوم الدورة الختامية. سحر في الختام على شكون تحب تسلم والميساج إذا كنت تحب توصله بالنسبة للمشاركين؟ نحب نقول المشاركين اللي شاركوا كل يعطيكم الصحة برافو، كلكو سوا اللي ربحوا واللي ما ربحوش اللي وصلوا للفينال وإلا اللي لا، ونسلم على الناس الكل اللي ساهموا في نجاح الدورة هذيا وإنها تعديت أوسي بارفيت كو تعديت، خاطر حتى لي زيترونجي اللي جاوا معناتها لي بارون تاع لي جوار لي زونترونور الكلهم قالوا معناتها سيتي تيلمون بارفيت تورنوا، إن شاء الله العام الجاي يتعاود هكا في قروين. إن شاء الله العام الجاي يكون الدورة القادمة في ولاية القيروان. شكرا لك سحر. شكرا لك سحر أخصائية العلاج الطبيعي بنادي التنس بالقيروان. أكيد سي ماهر أنه الأدوار هذه تمنيناها في البداية تكون في القروان، أكيد نعرفوا الأسباب وعلاش تعاملت في سوسة، فرصة أخرى أنه تكون في فصل الشتاء والسياحة الداخلية خاصة في الولاية هذه، وأكثر حتى صورة جميلة جدا تمشينا حتى في البلدان الأوروبية. بيان سور، ولكن هذا ما يعنيش كونه اللي قمنا به احنا سنة يتسمى معناها ان با انورم فير لافون، وانا غاني د ليكسبيريونس، كسبنا خبره، كسبنا خبره في التنظيم، كسبنا خبره زاده في سو لو بلون تينيستيك كي شفنا لي جوار هذوما يلعبوا. ونحنا لوبجيكتيف فينال باش نعملوا التورنوا هذا ان شاء الله في قروان، وهكاكا يكون تكون الفرحه فرحتين كونه دوره دوليه وعالميه في مدينه القيروان، وهذيك ان شاء الله ربي يوفقنا باش ناخذوا الهدف هذا. واضح باش نرجع بك التالي ماهر باش نرجعوا لل يعني الاجواء نتاع الدوره واللي بقى من الدوره ككل، مش نسمع تصريح يوسف ابو بكر اللي حكى على الدوره بصفه عامه. اكيد برشا حاجات باش نشوفوهم من يوسف اللي وصل للنهائي ونسمع يوسف شنو. تنظيم مزيان كما تشوف في اوتيل المو... اليوم ربحت لانكار دو فينال، غدوة نلعب سيمي فينال، نلعب من ايطاليا، هما جوار من هولندا، ربحت 2-7 6-3 6-0، كملت بكري رغم عنا هنا في تونس برشا دورات
يساعدونا باش نحسنوا النيفو نتاعنا. اليوم كي وصلت دومي فينال ان شاء الله نزيد نكمل نصف فينال بماتش قدوه، وان شاء الله نلعب كيما قاعد نلعب هكا في النيفو. فما برشا جوارات هكا نحب نكون كيفهم، اما مازال وقت ومازال الخدمه ان شاء الله. مازال جوار المفضل قبل رافائيل نادال وتو الكراس مادام صغير في العمر وطالع كيف. هذا كان تصريح اللاعب يوسف أبو بكر، رغم أنه كان وثق من روحه ماهر وترشح، لكن كما شفنا أنه في الدور النهائي اصطدم بمنافس كبير برشا وانهزم، وفرصة اللي هو دخل في الجدول وخذ نقاط ودخل في المحترفين. خلينا نقول حاجة به صحيح، هو يوسف أبو بكر نعرفه من اللي كان صغير الحقيق، لاعب مهوب عنده لدان. بالنسبة للتورنوا هذه كان هو تتسالي نيميرو 1 في التورنوا، عمل الباركور به في الماتشات نتاعو الكل. مالوريزمون في الدومي فينال خسر مع اللاعب الايطالي اللي هو لاعب معناها من طراز الحقيقة اقوى شوية من الحقيقة من الولاد اللي عندنا، كسب معناها نقاط في الترتيب العالمي، وان شاء الله نتمنى له ان شاء الله كل خير، وعلاش ليه معناها ما يكونش هو متوج بدورات اخرين من دورات الصنف الناشئين ان شاء الله. حتى المشاركه المغربيه سجلت حضورها في الدوره هذه، هاو نسمعوا المشاركه المغربيه شنو قالت في ميكرو حسام الربحي. Je suis Sofia Haddad, je suis marocaine, j'ai 14 ans et je suis venue en Tunisie pour jouer ITF. L'organisation est très bien ici et je viens de faire mon match aujourd'hui encore contre une Russe et j'ai encore regardé en double. Les garçons, ils sont en demi-finale dans le double, ils ont perdu deuxième tour en simple et Kenza Akili est en train de jouer son quart maintenant. اكيد المشاركه المغربيه فرحانه برشا بحضورها في الدوره، خاصه في التنظيم والاجواء الكل. صحيح، هو المغرب جاي فريق كامل فيه زوز لاعبين وزوز لاعبات، قاموا زاد بدوره طيبه في الدوبل، معناها كانوا في الدور النهائي في الذكور خسروا في الدور النهائي، وفي الإناث زاد خسروا في الدور النهائي المغاربة، وهذا هو معناها أشقانا المغاربة فرصة زاد لهم هما، يوريك كونوا عملوا ديبلاسمون وجاو حتى لتونس باش يشاركوا في الدورات هذه، يوريك قيمة الدورات هذه وقيمة النقاط هذوما في الترتيب العالمي. والحاجة الباهية السند الأول والأخير بالنسبة لكل لعبة ولعبة هو الأولياء نتاعهم، وشفنا برشا أولي اللي حضروا للدورة قاعدين يساندوا في صغيراتهم. أكيد من اللاعب اللي وصل للدور النهائي أكيد الأب والد ياسين قروات، شفناها شقال وكان شكر التحكيم خاصة التنظيم والدورة إجمالا. الحاجة بها برشا أنه يجيك شخص يعني لأول مرة يشوف الدورة، خاصة نادي تزب القروان اللي ينظمها، ويجي يقول لك الولي اللي أنا حضرت في عدة دورات خلينا أول مرة رأى دورة كفاكة يعني تنظيم معكم. صحيح. وبالنسبة للحكيم هاو نسمع شنو قال بأكثر تفاصيل. شكرا كروات والد اللاعب ياسين كروات. بالنسبة للدورة تنظيمية محكمة فريمون معناها يعطيهم الصحة المسؤولين والقائمين على الدورة هذه، حضرت في برشا دورات وكل شيء، وهذه تتسمى معناها من احسن الدورات اللي معناها في التنظيم وفي حتى معناها لي زاربيتر يعطيهم الصحه. فهمت لي جوار زاد التوانسه، فما برشا مشاركات تونسيه كانت معناها تنافس كبير ما بين التوانسه، وهذا يبشر بخير كونه التنس في تونس معناها قاعد يتقدم وقاعد يمشي. فما نهائي كان ينجم يكون تونسي نصف نهائي تونسي مع بعضهم، ترشح ياسين كروات للدور النهائي، يوسف ابو بكر خسر في النصف النهائي، البنات عندنا تو يلعبوا دوبل توانسه زاد كيف خسروا الاولاد البارح ديمي فينال زاد في الدوبل، كانوا نجم يكونوا في النهائي. كما قلت معناها المشاركه التونسيه تبشر بخير وان شاء الله معناها المستقبل زاهر بقدره ربي. فيما يخص زاد النتائج معناها تتسمى حسنه قريبه من الحسن، ننتظروا خير من هكا معناها ان شاء الله، معناها فهمتني برشا خدمه يلزم فهمتني على مستوى النوادي، تحس معناها الفرق معناها المشاركين الاخرين معناها تحس معناها اكثر خدمه وقف واليوم دورور اكثر من كذا، خاطر احنا تعرف حكم القرايه والدراسه معناها اشكال بالنسبه للاعبين نتاعنا ما ينجموش يوفقوا معناها باش يوصلوا للتوب نيفو، اذا كان باش يقعد معناها مربوط ما بين قرايته وما بين انترامون نتاعهم، فهمتني ان شاء الله يعملوا جدول زمني باهي فهمتني في الدراسه القدام وكذا باش يخليوا اللاعبين والرياضيين هذوما يشاركوا معناها في مشاركات هذوما الدوليه بالاخص.
تعليقك سيمير على التصريح نتاع لعبك؟ يأتي الصحة الحقيقة، شيء شرفنا كلجنة التنظيم، والحاجة الباهية زادة اللي اشكر معناها الناس الكل، التحكيم والتنظيم الدورة والأورغانيزاسيون نتاع التورنوا، والحقيقة الكلام اللي قاله كله معقول، وهذا هو اللي حكينا فيه. معناها يأتي الصحة جبت زادة على في آخر حديثه على مشكلة الدراسة والتنسيق ما بين وقت الدراسة وقت الانترينمون، وهذه المعضلة الحقيقة اللي تخلي معناها اللي جواغ متاعنا ما نجموش يجري ونسق اللاعبين هذوما. فإن شاء الله معناها ديسي بروشينمون نحاولوا نلقاو حل للمعضلة هذية باش نعطيو لصغارنا اون اوتر فافور باش ينجموا ان شاء الله البروغريس ويزكسيل في النيفو انترناسيونال. ذاك علاش استغلينا الفرصه واخذينا تصريح عضو لجنه التنظيم سي ايمان بن سلامه، هاو نسمعوا تصريحه بالنسبه للميكرو زميلنا حسام الرابحي. ايمان بن سلامه عضو في لجنه التنظيم هنا الدوره الدوليه بالقيروان اللي تنظم في سوسه، في دوره كانت ناجحه ان شاء الله على جميع المستويات، وهذا بشهاده اللاعبين وبشهاده الاولياء اللاعبين التونسيين والزيترونجي الاجانب. كانت فما حضور من الاجانب فما على الاقل فوق 30 لاعب ولاعبه. عندنا هنا لاعبه ذو اللي شفناها اليوم رتبتها الاولى في اوروبا في تحت ال 14 سنه، ترشحت للنهائي ان شاء الله غدوه نشوفوها. انت اليوم لعبنا نصف نهائي زاد كور واناث، ان شاء الله عندنا تونسي مترشح غدوه للنهائي بحول الله ياسين كروات، ان شاء الله يفوز بالدوره. نهائي بنات وانسا زاد يلعبوا كونتر المغاربه، ان شاء الله نربحوا، توهم قاعدين يلعبوا بحول الله ان شاء الله نجموا نربحوا. معناتها على جميع المستويات حست الدوره معناتها ناجحه كتنظيم وكنتائج. نسعى وخاطر ناقصنا فهمتني ملاعب في القيروان، غادي نسعى باش نشوفوا نزيدوا ملعب ولا اثنين ان شاء الله سلطه الاشراف تستجيب لهذايا، وبحول الله عام الجاي ان شاء الله نحاول نعملوها زاده في الشتاء على الطقس، وان شاء الله نحيوا الدوره الاقتصاديه في ولايه القيروان، خاطر راك تعرف اذا جاوا اجانب وتولي الاقتصاد في البلاد غادي يدور ان شاء الله بحول الله. كان تصريح عضو في لجنه التنظيم إيمان بن سلامة، أكيد لخصنا كل شيء. صحيح، هو أول حاجة نوجه له تحية سيمان، معناها كان متطوع ومعناها قدم الخدمات متاعه الكل تطوعا للنادي لإنجاح الدورة هذه، وعاوننا وقف معنا ونوجه له تحية كبيرة برشا. سيمان هو ولي عنده معناها أربع صغيرات يتنوعنا في النادي، ونقول له بارك الله فيك، وان شاء الله لي بروشين فوا نعملوا دي تورنوا بوكو بليز امبورطون وننجحوا فيهم ان شاء الله. ان شاء الله. باش نختموا التصريح الاخير الوالد اسكندر مزوار، او نسمع شنو قال الوالد نتاعو. حموده مزوار بو اسكندر مزوار جوار جونيور في تونس، جينا لعبنا اول مره لي تيف تاع قروان، لورغانيزاسيون سافا عجبتنا، كل شيء هكا واضح. سينو فما جاو توانسه جاو من برا جاو مغاربه جاو دونتو ديك خرق العاده اللي قاعد صاير توا في التنس في تونس، حاجه خرق العاده، ما بتدخل في انس خلى اللعبه الكل تبع في التنس. سينو بالنسبه لنا الدوره ناجحه، الثلاثه توانسه اللي معاملين عليهم وصلوا الثلاثه للواحد دومي فينال، انت غدوه فما بون فينال تونسي كونتر واحد ايطاليا، ان شاء الله الربح لتونس وان شاء الله الكوب تاخذ بتونس كما يقولوا. جي ماهوش قاعد يلوج على ريزيستات، خاطر بيريود نتاع قرايه وبيريود انت سني بريمير بارتي تاع الباك يكمل ساعه قرايته، بون جي حب يلعب سافا دومي فينال مش خايبه انت، ان شاء الله المره الجايه إن شاء الله بالتوفيق للمشاركين التوانسة. في الختام سيمير، تقييمك للدورة الأولى بالنسبة للأوسط؟ والله دورة الحقيقة ناجحة على كل المستويات، هذا من نجم ممكن نكونوا فخورين بتنظيم الدورة الدولية للأوسط من تنس بالقيروان، وإن شاء الله معناها البادرة هذه نقولوا نحن تخلي معناها الناس الكل وخاصة سلطة الإشراف بالقيروان باش نوقفوا مع النادي هذا ونعاونوه ونحاولوا نحسنوا مع الانفراستركتور نتاعنا في الكلوب، وعلاش ليه هالكلوب هذا ما نزيدوش نطوروهم بعضنا ويولي معناها اون ديستيناسيون على شيء حتى مونديال للجهه كامله. واكيد عندكم برنامج في المستقبل القريب. اي ان شاء الله، احنا توا بريسك مازال شهر نكملوا الامتحانات ويصلعوا صغار دوما يصلعوا ان شاء الله ندخلوا في دورات الصيف
اللي تبدا ببطوله اشالنجر في المونستير، وان شاء الله عنا شهرين كاملين ان شاء الله كلهم دورات دوليه محليه جميع الاصناف. وعندنا التورنوا اللي باش نحضروا لها ان شاء الله هي التورنوا الكيتس كاب اللي باش تلعب في اوتيل مرادي زاده في سوسه، وان شاء الله علاش ليه معناها ما نتوجوش بالدوره هذه اللي هي اكبر دوره في اصناف الاصغر. ان شاء الله لما ليه يكون التتويج تونسي وخاصه من نصيب نادي تنس بالقيروان. في الختام شكرا لك سمير المدير الفني لنادي تنس بالقيروان. هكا وصلنا لنهايه الجزء الاول من سبيسيال تنس. ان شاء الله في الجزء الثاني باش نتناول موضوع اليوم الوطني لممارسه رياضه المشي يوم الاحد ان شاء الله 29 ماي تحت اشراف وزاره الشباب والرياضه في جميع الولايات. قبل هذا نخرج الفاصل الغنائي ثم نرجع مع بدايه الجزء الثاني. استاد الحياه. استاد الحياه 15 دقيقة بعد الخمسة، مازلنا مواصلين معكم مستمعينا الكرام اللي اخترتوا 93 راديو الحياة فام. اكيد متابعينا اللي قاعدين يتفاعلوا تيلة الحصة، ذكر انه حصة تتواصل حتى للستة متاع العشية الجزء الثاني. اليوم الوطني لممارسة رياضة المشي ان شاء الله باش يكون نهار 29 ماي 2022 تحت اشراف وزارة الشباب والرياضة في 24 ولاية. البداية بولاية القيروان باش ناخذوا اكثر تفاصيل على اليوم الوطني واهم المسالك والاعمار مباشرة مع المندوب الجهوي للشباب والرياضة بالقيروان السيد رفيق بن عمر. مرحبا بك سي رفيق. مرحبا بك ومرحبا بكافة مستمعي الحياة فيه. شكرا لك مرة أخرى سيد المندوب سي رفيق بن عامر. أكيد حدث كبير يوم الأحد 29 ماي تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة اليوم الوطني لممارسة رياضة المشي في 24 ولاية. أكيد باش ناخذ من عندك أكثر تفاصيل على أهم ربما المسالك والأعمار اللي باش تشارك إن شاء الله الأحد القادم. أكيد كما تفضلت إن شاء الله يوم الأحد القادم 29 ماي 2022 وفي كافة ولايات الجمهورية سينتظم اليوم الوطني للمشي الذي تنظمه وزارة شباب الرياضة واللي يهدف إلى مزيد ترسيخ ثقافة رياضة المشي لدى المواطنين، واللي هي تعتبر الرياضة الثانية من حيث نسبة الممارسين بعد رياضة كرة القدم وفق الدراسة اللي عدها المرصد الوطني للرياضة. اليوم هذا كما قلنا ينتظم في أربعة في جميع ولايات الجمهورية. بالنسبة إلى ولاية القروان إن شاء الله باش يكون المسلك انطلاقا من جامع عقبة بن نافع في اتجاه فسطية الأغالبة، وكذلك بالتوازي إن شاء الله باش يتم نفس النشاط في معتمدية حفوز في المسلك الصحي بحفوز. كما تشوف احنا من خلال اختيار المسالك ما كانش اعتباطي، اخترنا معناها معالم أثرية ومعالم عندها رمزيتها في مدينة القيروان وهو جامع عقبة بن نافع وكذلك فسطية الأغالبة، وفيه معناها خيار لمزيد الترويج لهذه المعالم الأثرية وفيه تشجيع على السياحة والثقافة. كذلك في اختيار المسلك الصحي بمدينة حفوز فيه معناها مزيد التعريف بالسياحة الإيكولوجية والجانب البيئي اللي معناها تزخر به عديد المناطق في ولاية القيروان. اليوم هذا موجه إلى كافة الشرائح العمرية كبار وصغار وذكورا وإناثا إن شاء الله، بس معناها تكون فيه ثم بعض الأنشطة معناها بالتوازي مع المشي باش نعملوا معناها حملة نظافة في فضاء الفسقية إن شاء الله، معناها اللي معناها جمع بعض ربما النفايات أو البلاستيك اللي يخل بجمال هذه معناها المعلم. كذلك كما باش نركزوا بعض الخيام الصحية معناها لقيس معناها ضغط الدم وكذلك السكري بالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة بالقيروان. حاجة طيبة برشا سي رفيق أنه اليوم الوطني لممارسة رياضة المشي لحد القادم فرصة للفئات يعني كل الشرائح العمرية، باعتبار أنه أنتم تتعاملوا أكثر وتنفتحوا على بقية الجمعيات اللي نجموا يعني يساهموا
في إنجاح هذا اليوم الوطني، خاصة تركيز الخيام والحملات التوعوية والتحسيسية. أكيد راه هناك يعني بعض الجمعيات اللي أبدت المساندة متاعها والمساعدة بالنسبة لليوم المفتوح. أكيد احنا اليوم هذا باش نكونوا منفتحين على جميع الجمعيات وعلى جميع مكونات المجتمع المدني في القيروان، باش يكونوا معنا النشاط منهم وإليهم، باش يكونوا معنا في التنظيم. وكذلك تمت عقد معناها جلسات تنسيقية معهم، حابين نشاركوهم في اختيار المسلك وكذلك الأنشطة الموازية اللي باش يتضمنها اليوم هذايا، وباش يكونوا معنا معناها كما قلت لك في التنظيم، وكذلك معناها هم مستفيدين من النشاط هذايا على غرار جمعية الفسقية وكذلك جمعية الرياضة الجميع والجمعية الرياضية والمدنية بولاية قيروان. هذا حاجة بهي برشا سي رفيق. الموعد هل أنه التوقيت بالنسبة لليوم الوطني وقتاش التوقيت؟ احنا كما قلت لك بحكم معناها ربما الطقس الحار في ولاية قيروان، نحاولوا باش ننطلقوا في نشاطنا انطلاقا من الساعة 9 صباحا باش نتفادوا حرارة الشمس ولضمان معناها وقاية أبنائنا اللي باش يكونوا مشاركين في اليوم هذا وسلامتهم تامة. في الختام سي رفيق، ميساج تحب توصلوا بالنسبة للفئات العمرية الكل اللي قاعدين توا يسمعوا فينا، يعني حاجة باهية أنهم يكون الإقبال يكون إقبال كبير برشا ويمارسوا هالنشاط هذا باعتباره نشاط صحي قبل كل شيء. سمحني ما سمعتش سؤال. سي رفيق قلت لك يعني في الختام يعني ميساج توصلوا بالنسبة للناس ولا الناس المغرومة بالرياضة الماشية، قلت قبل كل شيء هو رياضة صحية قبل ما نعم تكون يعني أنه يوم وطني مفتوح يعني يوم فقط باعتبار أنه الناس الكل تمارس الرياضة يوميا. أكيد كما قلنا هو من اليوم هذايا جاء من أجل مزيد ترسيخ ثقافة رياضة المشي. نعرف توا الضغط اللي يعيشه اليوم اللي يعيشه المواطن، كذلك احنا توا معنا قادمين على فترة امتحانات، وبالتالي العائلة التونسية تعيش ضغط كبير معناها في الإعداد لهذه مختلف هذه الامتحانات. لذلك معناها نجم يكون اليوم هذايا معناها ربما وسيلة للترفيه، وكذلك هو فيه معناها جانب الصحي، وأكيد أن الرياضة في خدمة الصحة، والصحة والرياضة هما معناها تقريبا عندهم نفس الأهداف. واضح. شكرا لك، شكرا لك سي رفيق بن عامر المندوب الجوي للشباب والرياضة بالقيروان على كل الإيضاحات والإثراءات، وعطانا يعني أكثر تدقيق، خاصة أنه بداية باش تكون 9 نتاع الصباح إن شاء الله نهار لحد 29 ماي 2022. نذكر مرة أخرى اليوم الوطني لممارسة رياضة المشي تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة في 24 ولاية. القروان باش تكون حاضرة إن شاء الله، خاصة تهم كافة شرائح العمرية بالنسبة لكافة المجتمع، والمسلك باش يكون من جامع عقبة بن نافع كذلك في سقيط غالبة اللي تدخل على تركيز خيام للحملات التوعوية والتحسيسية وضبط وقيس الدم، وكذلك حملات نظافة بمشاركة جميع الجمعيات المتواجدة في القيروان. نخرج الفاصل غنائي جديد ثم نستقبل المكالمة الموالية مع مندوبة الجاوي للشباب والرياضة بسليانة مدام خولة طقطقة. استاد الحياة، استاد الحياة، برنامج أسبوعي نتناول فيه أخبار الملاعب وجديد عالم الرياضة، أخبار الشبيبة والرابطة الثانية والأولى، نتائج الدورية المحلية والبطولة العالمية، وآخر أخبار النوادي والفرق التونسية في مختلف الاختصاصات. هذا الكل في استاد الحياة.